ازاي انت بتقدري تصممي الحاجه من غير ما تشوفيها على حد وتدمجيها كده للولاد والبنات مع بعض وفي الاخر بيلبسوها يلاقوا شكلهم حلو فيها؟ بصي، هو دلوقتي خلينا الاول نتكلم على ايه اللي طالع موضه او تريندنج اكتر دلوقتي. اللي طالع موضه اي حاجه مريحه في اللبس، اذا كان بقى سوات بانتس، بانتالون، اوفر سايز تي شيرتس او كده. وزي ما انت قلتي الاوفر سايز تي شيرتس طالع موضه قوي، بقى لها اكتر من سنه، بقى لها تقريبا 3 سنين. ودي فعلا اللي احنا بدأنا عليها في البراند عندنا، ودي بتبقى معظمها حاجات يوني سكس، تنفع اولاد وتنفع بنات. يعني بنمشي اكتر ورا الحاجات اللي الشباب بتبقى محتاجاها، لان ده التارجت بتاعنا. فبقى معظمها حاجات سوات بانتس، بنطلونات قطن، اوفر سايز تي شيرتس، اللي هي الحاجات المريحه اللي تنفع للجامعه، للمدرسه، للخروجات بتاعت كل يوم كده. سافرتي وتعلمتي بره ودرستي حاجه صعبه قوي، دكتوره نفسيه، اتعلمتي ايه من الجامعه او اتعلمتي ايه من تخرجك؟ بصي، انا درست في فرنسا كلينيكال سايكولوجي. اتعلمت ايه؟ طبعا فادني في التمثيل قوي عشان افهم اكتر الدور، افهم الشخصيات وكده. وفادني برضو اكيد فادني في شغلي، ان انا بعرف اتعامل مع الناس بطريقه احسن، اعرف افهم هم عايزين ايه، دماغهم عامله ازاي كده. فهو فادني في كل حاجه يعني. سافرتي وانتي عمرك قد ايه تقريبا لوحدك ابتديتي تسافري وتتحملي المسؤوليه في سن مراهقه؟ والسن ده بيبقى صعب قوي ان حد يتحمل مسؤوليه. عشتي لوحدك وعملتي اكل لنفسك وابتديتي تنزلي تشتري كل احتياجاتك، اتعلمتي ايه من كل الكلام ده يعني؟ بعد ما انت طبعا ده فادك في شغلك، وفي سن قد ايه تقريبا ابتديتي تسافري؟ بصي، سافرت بعد ما خلصت مدرسه على طول، يعني كان عندي سنك صغير 17 جدا. سنه حاجه كده، كنت طفله يعني. سافرت طبعا لوحدي خالص. اول سنه كانت صعبه جدا، وقعدت سنه وبعد كده ما قدرتش، استسلمت ورجعت وكملت هنا في الجامعه الامريكيه. وبعد كده لما كبرت شويه على سن يعني 19 حاجه كده، رجعت بقى تاني فرنسا، ولحد دلوقتي انا هناك وبس طبعا كانت صعبه، وزي ما قلت لك اول سنه يعني كانت سنه صعبه جدا. يعني ما فيش بشر يستحمل نقطه التحول. اكيد طبعا نقطه التحول، يعني انا في بيتي قاعده، كل حاجه بتتعمل لي، كل حاجه، فجاه بقيت لوحدي في قاره ثانيه، فاهمه قصدي؟ وبعمل كل حاجه لنفسي، واكل نفسي واشرب نفسي، مسؤوليه كبيره. ودي طبعا انت من الامثله الجميله المشرفه اللي نفسنا كده كل الشباب والبنات والولاد يبتدوا ان هم فعلا يعتمدوا على نفسهم. هنروح للملابس مره ثانيه، وخليني اسالك، انت قلتي لي كل المريح هو موضه، صح؟ ايه الحاجات اللي تنفع الولاد والبنات مع بعض؟ بصي، الحاجات اللي تنفع، ممكن احنا بنعمل قمصان تنفع ولاد وبنات، يعني يوني سكس شميز. طب خلينا بقى نفرج كل الناس اللي معانا. اول ما فيش كل حاجه معانا النهارده. انا جايبه الحاجات اللي هي البست سيلر عندنا، من ضمنها السيت ده طبعا. ده بناتي تاي داي، خلي بس كل الناس تشوفه. حلو جدا. ده سيت تاي داي، ده اصلا يعني البست سيلر عندنا في البراند، بكل الوانه اكيد طالعه، بكل الوانه. انا جايبه منه برضو لون تاني، بس اللون ده بالاخص اكتر لون بيتباع عندنا. حلو جدا ده. وطبعا يعني انا في معظم الديزاينز، انا طبعا انا معايا شركتي ساجا، هي شركتي في البراند، بنختار، بنحاول ان احنا نختار حاجات سيمبل، ما يبقاش فيها شغل كتير، يبقى فيها بس اسم البراند من هنا زي ده كده وبس. يعني بنعتمد اكتر على السمبلسيتي. وفي برضه انا شايفه شميز للبحر كده اوفر سايز، ده اكيد برضه بينفع الولاد وبينفع البنات. ده اللي انا كنت بقول لك عليه. الشميز ده يوني سكس، عندنا منه كل الالوان. في منه اللون ده، وفي البينك، وفي الابيض، في كل الالوان متاحه. ده بينفع، اهو بصي، هو خفيف قوي، هو ده ينفع بقى على اي بنطلون ابيض، ينفع على مايو، ينفع على اي حاجه. هو بقى ده حلاوته، لان هو خفيف قوي وفي نفس الوقت هو سيمبل، فتقدري تعملي له ستايلنج زي ما انت عايزه. وده برضو للبنات وللولاد. للبنات وللولاد ينفع للاثنين. ومعظم الناس اللي بتاخده تلبسه على البحر، على المايوهات زي ما انت قلتي، اذا كان ولاد او بنات. وينفع برضو يتلبس على بنطلون او كده. فهي في بالظبط، هي في الحلو في الحاجات السيمبل اللي بنعملها، ان انت تقدري تاخذيها وتعمليها انت ستايلنج براحتك بقى.